عزمك مش عم اجرح لك مشاعرك. مو قصة تجرح لي مشاعري، بس انا ما بحب انه. بعرف بعرف، اصلا العزيمة ما لها مبرر. هذا هو السبب، ولا ما عندي اي موقف تجاهك. والله العظيم بعرف، ما بتصدق قديش كبرتي بعيني بعد هذا الموقف. تعرف في كتير عالم ممكن يفهموا الموضوع غلط، شو بيعرفني ما تكون انت من هدول العالم. باصم لك بالعشرة. اذا ما بتتصرفي هيك هون عنا بالكلية بياكلوكي بلا ملح. انا هذا هو السبب اللي بيخليني اتصرف بشكل حازم مع العالم اللي ما بعرفهم. معك حق تماما، انا تصرفت بشكل سيء، يعني مو شكل سيء، جريء شوي. واللي خلاني اتصرف هيك انه حسيت حالي بعرفك من زمان. في اشخاص اول ما بتشوفيهم بتحسي انه يعني هيك بتعرفيهم من شي 100 سنه. مزبوط. وانا هيك صار معي، طحشت على اساس بنعرف بعضنا، نسيت انه انت ما بتعرفيني عن قرب، يعني اختلط احساسي بالواقع. ما صار شي، انا ماني مزعوجه. ما رح اتجرأ واعزمك مره ثانيه، انت قولي لي اذا مسموح اعزمك ولا لا. مسموح مسموح، انا مو معقده كل هالقد، بس حذره. عادي، زهورات، اثنين زهورات. على شو عازميني ما بعرف؟ ما في غير شاي وقهوه، قهوه شاي، فعولي ضغطي، كحمود من جوعي. لا وكل ما بنعمل حالنا بدنا نقوم يشدونا، قلت لحالي اكيد عم يجي عشا يا لطيف. ما لقيتي غير بهجت اسعد يعمل عشا. يا عيني عمي، هو عازمنا مشان يوفر على حاله عشا. شلون بده يوفر اذا هو عازمنا شلون؟ لانه هو عازمنا مشان نحن نعزمه، وقت نعزمه نحن بنعشي. معقوله؟ شو معقوله؟ قال معقوله اكيد. سأليني انا، حطينا لقمه ناكلها الله يخليك. هذا بهجة اسعد من ايام المدرسه اغلظ منه وقده كحكي ما في، طول عمره بجيب معه قضامي بياكل لحاله. شو صار بالاكل الله يخليكي؟ انا ميت من الجوع. ها حسان البراد ما في شيء. بح بلا هالمزح بقى. يا الظهر ترست ترس ما خليت شيء ما جبته. عم اقول لك عم يصفر. مساء الخير. مساء النور. اهلين عمي. هلا. أم شو عم بدعوا لكم هدول العمال اللي برا؟ الله أكبر. أي عمال يا أبي؟ تبع الهاتف؟ لا، تبع الكهرباء. أم شو عشيتهم العشاء؟ إيه ما بيسوا بحياتهم. سهري، شو هاي اللحمة الملفوفة بالنايلو؟ ما حدا عارف اسمها. سلام يا عم. يسلموا إيديك على هالشروة هاي. بابا كان ضروري يعني. ولك المسيا، الله يجزيك الخير يا عمي. أنا ما بعمل إلا اللي الله بقدرني عليه. هالناس تعيبة وهذا واجبي. الله يجزيك الخير يا أبي، بس ثاني مرة. عيب ما بيصير، أبوك الإمام، نحن عنا سيارتنا، هلأ بنروح نجيب أكل ولا إلكم بنروح نتعشى بالمطعم. صاري، أنا ما سألتك، هي السلامة، لحمة إيش؟ لحمة حمير عمي. صباح الخير. صباح الخيرات. عليك شو الاستاذ فريد مو موجود؟ لا والله لسه ما اجى. يطول ليجي؟ ما بعرف، ما خبرني. لا ما على شغلي، يا مستعجل وقف تقلك. اخي بقدر اخدمك بشيء؟ بعتوني لعندهم مشان اختم هي المعامله. هي المعامله ختمها عندي، لانه الختم انا بدي اختمه والتوقيع انا بدي وقعه. هات الشغل. حضرتك الاستاذ سليم؟ ليش بتعرفني؟ لا حكوا لي عنك. معليش بستنى الاستاذ فريد. خوفوك مني ما هيك؟ قالوا لك اني عازل. ايه لا، قالوا لي انك بتخاف توقع. انا بخاف؟ انا ما بخاف. هات هالمعامله لشوف وشوف شلون بدي وقع. لك هات هات، لا تخاف. مو نسيان شيء. وهي شو؟ هي خصوصي لك للاستاذ فريد. ايه خو خليها لك، لانه هون ما بتلزم. يسلم لي اصلك يا استاذ سليم، يسلم لي اصلك. صحيح مثل ما قال المثل، ان خليت خربت. الله وكيلك يا استاذ سليم، ما في توقيع بهالمعامله ثمنه اقل من 100-150 ليره. ايه انتوا الحق عليكم، انتوا اللي عودتوا الموظفين على البرطيل. ليش في شيء بيمشي بدون برطيل؟ هي معاملتك نظاميه 100%. لا
الموظف يلي موقع لك وخاتم لك هالمعاملة مو منتبه انه ناقصه طابع مالي بستين قرش. هلا منحط لها طابع مالي بستين قرش؟ ايه لا حبيبي، لازم يكون الختم والتوقيع فوق الطابع المالي. بتروح بتعيد كتابته من جديد وبتخلي الموظف يوقع لك فوق الطابع المالي ويختم لك، وبتيجي لعندي وانا بمشي لك معاملتك. لا اله الا الله، هلا بدك تبعتني على الحسكي؟ ايه ليك الحسكي ضربة حجر. اذا رحت اليوم بكره بتوقع، بتطلع بكره من هنيك، بعد بكره بتكون مخلص، انا بختم لك. انا مسافر يا استاذ، ماني راجع على الحسكي وبدي خلص قبل ما اسافر. ما بقدر ما بقدر، بتحاسب انا مسؤولية هي. اخي هي ال 500 انا ما بدي اياها. لك ما بقدر يا اخي، اذا حدا انتبه بتبهدل انا. ومين بده ينتبه على طابع مالي ب 60 قرش؟ لك يا حبيبي انت مانك سمعان بشيء اسمه الرقابة والتفتيش؟ هدول بفلوا الاوراق تفلايك، هل ما حدا بينتبه يا اخي؟ الف ليره بيمشي الحال. لك خلص بقى، خلص بقى. لك يا اخي يا اخي انت 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 ما عاد تعرف شو اللي صار. 5000 ليره. لا حول ولا قوه. غير هيك ما عندي شرف. لك افهمني يا اخي، انا مو من شان المصاري. اخر كلمه، وليره فوق ما بدفع 10000 ليره. اوه علينا. اوه سابع صوت، شيلوا شيلوا شيلوا. صباح الخير. صباح النور، اهلين فريد. استاذ فريد بتعرفين؟ داخل على عرضك، وقع لي هالمعامله. تكرم عينك، وين الغلام؟ هات اعطيني اعطيني الختم من سليم. تكرم عينك، تفضل. لا لا عيب عليك، نحن بخدمة المواطنين. استاذي هي مو رشوي، انت بتستاهل، هي كرامية. لك يا اخي انا شو عملت؟ هذا واجبي، هذا شغلي. الله معك يا عمي، الله معك. انت شفت على شو وقعها؟ في ورقة بالمعاملة ما عليها طابع مالي بنور. يعني وقف لك المعاملة كلياتها مشان طابع؟ ما بصير هيك يا فريد، ما بصير هيك. لك بيقولوا يا رايح كتر ملايح، شو بدك تضيع عمرك وانت بتقول بصير وما بصير؟ لوين رايح؟ 50% على استراليا و200% على جزر السيشل. اكيد. لك شو اكيد؟ لك انا ليش تاخرت؟ ما هي جايتي من عند ابو لورا. مين ابو لورا؟ ولك ابو سمير. ابو سمير، هي جايتي من عند ابو سمير. ايه وشكراً، يقطع عمرك ولو كنت دافع مصاري. عشرين ليرة كازوز، 25 ليرة علبة سردين، صاروا 45. 40 ليرة علبة شاي، صاروا 65. 25 ليرة حلاوي، صاروا 90 ليرة. اليوم خسائرك يا ابو محمود 90 ليره بهالبيعه، ولسه النهار باوله. القى. مرحبا عمو. اهلين عمو، شو بتريدي؟ بدنا علبه سمنه وقية لوز وقية رز وربطه خبز. سجلنا على الحساب. على حساب مين؟ على حساب عمو ابو عمر. وبكي ابو عمر ما سد عنكم. بعدين ابو عمر ما قال لي سجل بضاعتكم على حسابه. اي مو على حساب اهلي، على حسابنا. ما انا صرت مرته لعمو ابو عمر. شو؟ مرته لعمو ابو عمر. الله لا يعطيك العافيه يا ابو عمر، معناتها بعد. شو امتى اجيت؟ هي جيتي. تاني مرة بدك تعزم الضيوف خبرني قبل بوقت حتى جهز حالي. من الجماعة؟ لسه ما خلصت. مو حلوة طعمية من أكل المطعم؟ الجماعة بدهم. شو بدهم يحكوا علينا؟ لك على عيني اسمعيني بس، الجماعة بدهم ياكلوا ويسافروا. يعني بيقدروا وضعنا، طولي بالك خلص. طيب يا كازات؟ على شو وصلت؟ أكل مشكل. أنت اعملي طاولة مفتوحة وهن بياكلوا، كل واحد بياكل لحاله. وبيك يتأخر هدول جماعة المطعم، وصيهم يستعجلوا شوي. عامل حسابي لا تخافي، جيت من ساعة جبت الأكل ورجعت على شغلي. وين حاططهم؟
على المجلة خفت يبردوا بالبراد. ما في شيء على المجلة؟ شو؟ لا سهام ما تمزح يستر على أختك، ما بتحمل هذا المزح، قربوا يجوا جماعة. معقولة؟ بدي جنني يا أبوكي، بدي جنني، نصحي. طول بالك طول بالك، خلص اليوم بحاكي. لازم يفهم لحاله، ما بدنا نعده حراس على البراد. يا عيني هات الأكل للبيت، لازم يسأل قبل ما ياخده. شبك جنيت؟ هلا بنرجعوا على الشام بنخلص من كل القصة. لك يلعن. خلص روقي روقي انا رايقة، انت روقي، انت روقي انا رايقة، انت روقي. انت معصبة، انت معصبة روقي، خلص روقي. اما شو عم بدعوا لك هلا عم بالي تحت؟ الله اكبر. تبعت التليفون ولا تبعت الكهرباء عمي؟ لا 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 الكهرباء ولا التليفون، هالمرة المي مدري وين في اصلا مفخوت. الله يجزيك الخير يا عمي. والايه ان شاء الله يا رب. ايه سهام، انا شفتك من بعيد مدخله كيس وهيك صندوقه، شو فيهم؟ ما فيهم، فيهم شوية فواكه يا ابي. فواكه؟ ايه. طيب في كرز؟ كرز في، ايه في كرز. ايه لانه في واحد جابنا الكرز ولا لكم؟ جابنا الكرز. كل واحد ينقي على كيفه. خذهم خذهم عمي، خذهم والله يسلم. يا والله خذهم عمي، خذهم كلهم. امشي 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 بسرعه، خلينا نلحق الجماعه ما يطلعوا من بيتهم، نعزمهم على شي مطعم بسرعه. استعجلي بكيلك مشان الله، كسر الدنيا. انت يا اما مجنون يا اما بلا عقل بنوب. انا ما بدي سافر من شاني، بدي سافر من شانك، لانه طول عمرك بتقلي لي انه السفر غصه بقلبي. رح اخذك على استراليا. انا ما عم اقول لك مجنون لانك بدك تسافر. لك من شان شو؟ لانك مصدق فريد، هذا واحد خراط بيخرط اكثر من ابوك. بس هو قال لي انه قال له لابو سمير، وابو سمير وعده، ولو كان كذاب ما كان قال لي انه هو قال له لابو سمير. فريد بيحكي مع مين ما كان، ليش بتفرق معه؟ إذا بدك بيحكي لك مع ملكة بريطانيا العظمى بالتليفون. خارط الكذبة وخارطها. طيب شو مصلحته إنه يخرط؟ هيك ما له مصلحة، المهم ينبسط بس يلعب على حدا، بيعتبر حاله ذكي. والله باعت له ياك جاره وزميله بالشغل منشان يضل عاملك مضحكة طول عمره. إيه انت مضحكة. هلأ انت ما بدك تبطل هالشغلات؟ لأمتى بدك تضل عم تكذب على الناس؟ شي أبو سمير وشي أبو مازن. لك صار بدي اسالك، من وقت ابو مازن؟ شو بعرفني مين ابو مازن انا؟ لك مو هيك ما فهمت علي، انه قصدي انه انا لما حكيتك كابو مازن انه بصفته شو؟ مدري اي نائب وزير. لا تذكرت هلا مو نائب وزير، مدير مكتب الوزير. ومن امتى صار مستواك كل هالقد؟ شو انا عم بطلع من جيبتي؟ ولك في واحد اللي عنده شغله وهو بده شغله من مكتب الوزير، فقلنا له دبر لنا هالتوقيع، وانا بحكي لك مع ابو مازن مدير مكتب الوزير. وفهمته انك حكيت مع مدير مكتب الوزير؟ مو بس فهمته، وبعدته كمان. وبركي راح؟ اذا راح وقالوا مدير مكتب الوزير بطلع له بياض وش وبضربه بالنية انه واسطتي هي اللي زعلته. واذا ما وقع له؟ بطلع مدير مكتب الوزير ما له كلمة. واذا قال له انه فريد اللي بعتني؟ مدير مكتب الوزير بيقول له تضرب انت وفريد، بكافة الاحوال حيحس الرجل اني حاولت ساعده وعملت كل جهدي. سهام وينك؟ خير خير خير. شو عم تعملي جوا؟ شو عم بعملي؟ يعني عم بحرس برات. ما عاد تحرسي اي شيء، ما عاد تحرسي شيء بنوب، اصلا انا مقضرب عن الاكل لحتى هذا المخلوق اللي اسمه ابوك يترك البيت. شبك ليش معصب؟ باليوم ما عامل شيء بطمن، بالعاده لما بتكون عامل ما بتحكي ولا كلمه. شوفي 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 شو عامل، شوفي شو هدول؟ هدول رسائل توصيه يا خانم، ابوك مو تارك واحد معاملته غير قانونيه الا بعت لي اياه، انت لحق يتعرف على كل هالعالم ما عم يفهم. اخي انت مالك مضطر توقع، شو بدك فيه؟ يا حبيبي فكرك رح وقع؟ طبعا ما رح وقع، طبعا ما رح وقع، بس الناس اللي عم يشتغلوا معي بالشغل احرجني قدامهم، وكل العالم بتعرف اني انا عامل اكس على المحسوبيات والوصايه. شرفي شوفي شو بعت لي. خلص اليوم بحكي مع سليم بيجي بياخذه. مو اليوم، هلا 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 بحكي معه. هلا 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 احكي معه. هلا اذا ما عم تحكي بس خايفه انت تزعل، بعرفك متمسك بالاعراف مشان بخصوص الضيف. كنت متمسك بالاعراف بخصوص الضيف، بس ابوك يا خانم اثبت لي اني انا كنت غلطان، كل مفاهيمي غلط. غلطان انا؟ الو. اهلا سهام. الحمد لله ماشي الحال.
سليم مو هون بالشغل، غير في شيء؟ لا تجيبي لي سيرته؟ ما له فوتي لهون، ممنوع يفوت على البيت، خلوه عندكم. مثل ما رح يطلقك من جوزك رح يطلقني إلي كمان. وإذا كان ابنه الكبير، شو بس ابنه الكبير مجبور فيه؟ كل أولاده مسؤولين عنه. مو راضياني، ما بدهم اياه يرجع لعنده. اتصلي لعند اخوك عصام على حلب فورا هلا. لك شو جنيتي انت؟ من سابع المستحيلات يقعد عندي. لك بيتي ضليت اسس فيه سنه كامله اجي خربه باسبوع. والا شوي رح يطلقني انا ومرتي. هو اذا كنت ابنه، ايه بنته ملزمه فيه مثل ابنه. وسعاد كمان. خليه يروح الشام، سليم الكبير وسليم ملزم فيه. يا سهام لا تحاولي معي. خلص لا تحاولي معي. ماشي، سلمينا على سهرنا. الله معك، مع السلامة. طب شو السماعة؟ وهلا شو بدنا نعمل احنا؟ سامحني على هيك أب. طولي بالك يا سهام، طولي بالك، خلص. شو بكي؟ شو أنا متجوزك مشان أبوك يعني؟ أصلاً أنا بعتبره مثل أبي بس. شو؟ تخنا كثير. طيب خلص اللي بتشوفه موافقة عليه بدون ما اسأل، بس انت ما تزعل مني. في فكرة. شو هي؟ بنزل انا وياه بسيارتي على الشام. بنوصل على الشام بتحجج شي حجة انه انا عندي شغلة او هيك، بينزل من سيارتي بفرك انا. ما بيلاقي حل قدامه غير انه يروح عند سليم على البيت. كمان معقولة. لك شو بك انت يا رجل؟ شو بعد؟ خير 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 ان شاء الله عمي خير. لك اشرت لك ما انتبهت لي. انا وين؟ يا انا كنت واقف عند الكشك تبع الطوابع هذا اللي عند ارضكم. ما شفتك عمي ما شفتك. لا شفتني. عمي الله يسامحك، هلا معقول كون شفتك وما طلعتك معي السيارة. ليك تعمل معي يا مظلوم؟ تكسر كلمتي؟ بشو خير؟ بشو كسرت كلمتك؟ بعت لك كذا واحد على اساس انه انا بمون مشان توقعنا معاملاتهم بتقوم بتخجلهم وبتطلعهم. يا عمي انا ما قلعتهم بس معاملاتهم ناقصه مو كامله. ولا ناقصه، طلبة انا بعتهم لازم توقع لهم اياهم. امرك على عيني وراسي عمي، بوقع لك اياهم كلياتهم ان شاء الله بس ارجع من الشام. هلا قوم جهز لي حالك مشان تنزل معي على الشام. قوم عمي. وشو بدي اعمل بالشام؟ جوزي ما بيعرف يتفتل بالشام فلازم تروح تساعده يا ابي. معلوم واجب. منطول هنيك؟ لا روح رجع. بدي اخذ شوية اوراق بدهم توقيع من الوزير. انت عمرك شفت وزير بداوم بعد الظهر؟ انا بحطهم هنيك بعدين. عمي انت شو بدك بهالشغلة؟ خلص محلولة. جهزينا زوادي سهام. ما في داعي عمي ما في داعي، بناكل اي شيء على الطريق. ايه بنمشي. وليد قصة ابوك انساها، ما رح يتغير، هو مرتاح. لا لا انا ما رح يهنا لي عيش الا ما ساوي لي رجال رجال. انت عملت اللي عليك، حاولت. يا هيفاء انا كل اللي عملته ما عم بعمله رفعتها. انا جربت مره وتنتين وبدي اجرب ثلاثه واربعه وخمسه وسته. انا بدي اياه يصير رجال ويبطل خوف بقى. وين هذا بيته يا دكتور عبدو؟ مكتبه يا عمي، مكتب الوزير. ايوه ايوه مكتب الوزير. هون قريب قريب. يلا والله الشام ما بتسوى شيء بدونك يا عمي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. والله عمي ايه انا ما بقدر اوقف هو مشان الشرطه. ايه فالله يخليك انزل جيب لنا سندويشتين فلافل نتغداهم. ايه وتكرم عينك بس ما تاخر انا بستناك هون. لا 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 ابدا، فتله هيك بسيطه بكون اجيت انت. الله معك عمي الله معك. من رجلي بقى اذا بتشوفني. هلا ما قدرت تدبر كياس مكتوب عليها بالاجنبي؟ ليه؟ هلا بيطلعوا القمصان ميد ان والكياس مو ميد ان، ويمكن اللي بده يشتري ينتبه على الشغله. لا ما حدا راي ينتبه لاني عم بسط مع المهربين. مهربين؟ انا مهربين؟ في جماعه على طول ببسطوا ببتوما ببيعوا بضاعه مهربه. عم بسط معهم. وليش لا تبسط معهم؟ بسط لحالك. هيك احسن. لانه الزبون هيك بيقتنع تماما، ومن جهه ثانيه
ما بيبحلق بالبضاعة منيح لأنه ما في غير ضو واحد بكل الشارع ما بيشوف. وبركي كمان شو؟ بيكمشوني. يا مسكينة ما بيكمشوني، ما بيكمشوني منوب لأنه حاطين واحد خصوصي لحتى يراقب، بس يشوف الشرطة بيقلنا شباب غيمت، كل واحد بيضب البضاعة بشنتايته وينشد. فريد نسيت قلك يا ريت تشوف عمي وضعه مو طبيعي. أبي عشان. شلون عشان؟ إيه جهلان عم يحب. هذا اللي ناقصنا يجيب لنا وحدة غريبة على البيت. لا ما. كيف ما جت ببالي هاي؟ لو قدرته يتجوز معليش، بس خلص راحت عليه. تعرفي أنا ما أخذت وحدت بالقصة، بس أنت فتحتي لي عيوني هلأ على موضوع كنت غفلان عنه. مو بس رح يجيب لنا وحدة غريبة على البيت، الناس رح تحكي علينا. تقاسمنا الورثة بصراحة يعني. بعيد الشر عنه، ما تحكي هيك فريد، بعد عمري طويل إن شاء الله. ما اختلفنا ليش أنا لا سمح الله بتمنى يصير له شيء لأبي، بس ما في حدا مخلي. شو رح تعمل هلا؟ شو بدي أعمل؟ بدي أحكي معه، ما رح أسمح له يتجوز أبدا. إيه بس شوي شوي، يعني ما تجوي عدش. جلا نار بعتقد ما بقالك حجة، يعني إذا بتفوتي على الجامعة ما رح تشوفي شاب مرتب أكتر مني، وأنتي كمان أنتي كمان لازم تغيري لبسك، ليش دافني حالك بالحياة؟ شو الحكي هذا؟ بدك تقولي إنه ما معك مصاري، بكرة بس لاقيكي رح يكون معك قد ما بدك، تفوتي على أحسن محلات وتنقي أحلى لبس من غير ما تسألي بقديش، ولا يهمك خدي مصاري قد ما بدك، ولو يا جل نار ما عندي أغلى منك. ما بتعرف تنضرب على قلبك قبل ما تفوت تدق الباب؟ ما أنت قلت لي إنه لما فوت ما دق الباب مشان إذا كنت نايم ما صحي؟ شو بدك؟ بدي احكي معك بموضوع. موضوع ايش؟ موضوع السجل النار. ليش التقيت جل نار؟ لا ما التقيت، مش هيك حابب احكي معك انا هلا قبل ما تلتقى ويصير الموضوع جدي. شو قصدك؟ يا بي هالشغله مو لك. ما فهمت. يعني مالك شايف انك شطحت شوي؟ أنا اللي خايف منه إنه بكرة تصير موضوع للتندر. ليش حتى أصير موضوع للتندر؟ شو شايفني ماشي حافي بالشوارع؟ أنا بكل أدب عم دور على المخلوقة، ما جنيت لسه. مو ضروري يعني استناك لحتى تجن لحتى أحكي معك. بيقولوا درهم وقاية خير من قنطار علاج. فريد شو بدك مني؟ بدي حط حد للمسخرة. خلص يا بجواز مقلق، نصيبك من الدنيا أخذته وزيادة. بشو زعجك إذا تجوزت؟ بكفي تفوت لنا مرة غريبة على البيت لحتى تنكد عيشتنا، شو بدك أكثر من هيك؟ جلنار مو غريبة. أقرب إنسان بهالكون لقلبي جلنار. مزبوط، لقلبك، لقلبك أنت مو لقلبنا، نحن ما رح يجينا غير وجع الراس. جلنار ما بتجيب وجع راس. جلنار بتجيب الفرح لكل بيت بتدخل عليه. بابا، هلا بدك تعملنا مسخرة أنت قدام العالم؟ بعد الكبرة جبة حمراء؟ تعرف البحر الأبيض المتوسط؟ روح بلطو إذا مو عاجبك. أنا بدي أتجوز جل نار، واللي ما عجبه يدق راسه بالحيط. أنا مستحيل خليها تعيش معنا، جل نار على هذا البيت ما بتفوت. البيت إلي أنا اللي بقرر مين بيفوت عليه ومين ما بيفوت. إذا مو عاجبتك هالعيشة مع جل نار روح دور على بيت واسكنه، فهمت ولا لا؟ هذا اللي كنت حاسب حسابه. جلنار أغلى عليك من ابنك، من ابنك ومن ولاده كمان. جلنار مو نازل محلكم بقلبي، بس تيجي جلنار رح يكون لكم سندين بهالبيت بدل سند واحد.
هلا هذا آخر كلام عندك؟ هذا الكلام اللي عندي، وتاني مرة لا تفتحني بهيك موضوع، سكر الباب وراك. كتر خيرك، عم تقلقني؟ تعجبني ألمعيتك، على طول بتفهمها على الطاير. سلم على أخوالك. شاب ولا ما رجع؟ شلون رجع ولا ما رجع؟ شو انت ما كنت معه؟ كنت معه بس نزلت اشتري سندويشتين فلافل وعبر بدي يدور دوره مشان ما يخلفوش الشرطه ويرجع عندي. استنيت ما كان يرجع، فص بالحدان. ايه عادي، روح لعند سليم كنت. اللي بعد ما عاشر جوزك ما عدوش بيته لسليم هذا. هذا بيصح له انسان مثقف بهرب فهمان. مين ولا عند اخوك اللوح؟ والله سليم ظريف وحباب وبيحبك كثير. مرته بتكرهني وهو ما له كلمه. شو معك معه مو عاجبه؟ مو مثل جوزك، ما سمعت منه غير الله يجزيك الخير. ليش؟ لأنه بيقدر. طيب خليني لك يا بيفو ترتاح حبيبي يلا مالي مالي والله مالي ردين، أنت الله يرضى عليك، بدي أقول لك كلمة الله يوفقك يا شيهان. أنا وعدت لهدول العمال عم صبوا البداية ورانا شربوا شاي، ممكن تعملي لنا بريق شاي جوا الله يوفقك. على عيني يا تسلم لي عيني، تسلم لي عيني. شو هالدباء عندكم هاو بلادية مشان ما فيها الدباء هاد؟ مرحبا تيتي. وليد كيفك؟ تيتي بدي اطلب منك طلب. بدي اياكي تاخدي ماما اليوم وتنيميها عندك بالبيت. لك لا ما في شيء. ما في شيء. معقول يا تيتي اعمل لك اشياء بالبيت؟ خلص بعدين بحكي لك. ايه طيب. ماما ارفعي السماعة احكي مع تيتي. رفعتي؟ شو بدها ستة؟ ما بعرف عم تحكي معها على التليفون. بس ما تاخذها تلاقيه ما عندها. جدك مو هون وانت نومك تقيل. ايه تروح تنام شو فيها انت ليش قلقان؟ لك يا ابني الواحد لازم يحسبها. قليل شو عم بيصير معنا؟ بابا انت ما شاء الله عنك ما بنخاف عليك قد وقدود. بلا مسخرة ودا. شو شايفني عم تقلب الشداد؟ لو ما الله سبحانه وتعالى بعت لي امك قلب قوي كنت اتبهدلت. بابا انا فعلا ما عم اتمسخر. انت مالك خويف، انت ما شاء الله عنك قلبك مثل رصاص، كل ما هنالك انك انت انسان مسالم ما بتحب المشاكل، هذا كل ما في الامر بس. بلا حكي فاضي ولا شو بدك تعلمني عن حالي؟ ما في شيء بخوف يا بابا، انت شو اللي مخوفك بشكل عام؟ شو؟ انا اذا في ضوء ما بخاف. بس من العتمة بخاف. من العتمة؟ شو اللي مخوفك من العتمة؟ الغولة. ستك الله يرحمها كانت تحكي لنا عنها كثير، وكل ما بدها تخوفنا من شيء بتقول لها بتاكلكم الغوله. صرت خاف من العتمه، ووين في عتمه بفكر الغوله قاعده. يا بابا ما في غوله، اصلا ما في شيء اسمه غوله، هي مخلوق خرافي، وهم هاد وهم. ولك شو شايفني جاهل عم تشرح لي؟ بعرف انه ما في غوله، بس ما بقدر، كل ما بفوت لمحل في عتمه بيوقف شعر راسي. شو سليم؟ لسه ما خلصت؟ خف ايدك بقى. يلا باقي لي هالثلاث صحون بس. انا رايحه لعند امي، بدي نام عندها. وانا؟ شو بك انت؟ بتتركيني لحالي يعني؟ يلي بيسمعك بيفكر امي باستراليا، بكره الصبح بكون هون. انا الصبح ما بيهمني، خليكي عندها طول النهار. بس بالعتمه وبالليل تعي نامهم. ايه بلا حكي فاضي، شو قلها لامي يعني؟ ما بدي اجي؟ طيب سعد يعني عليش اذا رحت معك؟ شو بتتركوني لحالي هون بالبيت؟ خلاص ولا شو ولد صغير لا تخاف انت؟
ما في داعي تروح معي، الظاهر في موضوع بدها تحكي فيه. طيب سعاد بتفرشولي بالغرفه الثانيه وبنام هنيك انا. لا سليم، لازم يكون في حدا بالبيت هون. ضروري يكون انا يعني. لازم يكون انا دائما ببوز المدفع. يا بابا يا حبيبي، انت رجال البيت والمهمه الاساسيه في حمايته تقع على عاتقك. هل عني ولا لك؟ شو دخلك فيني يا اخي؟ لا معناتها مسعد يا تنور يما ليلى، مسعد يا تنور، مسعد يا تنور يما ليلى، مسعد يا تنور. سياب يا سياب، عملت لك فيلم يا ابوكي بيطير العقل. قلت له يا زلمه شو بدنا صوت مش نايم، هو نزل بالسياره ابعت له اربع شهور لانه ممنوع انا اوقف هنيك، الشرطه بتخالفني. مرحبا عمي. سعد يا مسا، شلونك يا عمي؟ وين رحت يا عمي؟ وين رحت؟ والله لبكتني ما عرفت شو بدي اسوي، روح واجي معك لقيتك. ممنوع اوقف هنيك، ممنوع يا عمي. ايش باتك؟ سمعتك. الحمد لله على السلامة، ليش تأخرت؟ الله يسلمك يا رب، بنشر معي الدولاب اللي وراني بقارة، نزلت لصالحه ما كان حدا يساعدني بقارة. يي هي السيارة اللي عند قارة سيارتك؟ لا أنا شفت سيارة بتشبه سيارتك. قلت له شوفير بولمان لك واقف واقف لتأكد من الموضوع، ما كان واقف وسحب لهوني. يلا يلا حطوا لنا عشرة لك. يلا عمي أنا بعمل لك عشرة. لك مو قلي مو قلي، هدول العمال بناية خطير. يا عمي ماشي ماشي. تذكرتي القطة مع ياسر العظمة؟ خير فريد؟ شوفي عمل لك اللي شوفي. مكافحة، المكافحة ضلوا رابدين وراي لهون لراس الحارة، ما بعرف إذا شافوني فتت على البيت ولا لا. أنا مكافحة؟ مكافحة التهريب. ولك ما حسيناهم غير فوق راسنا، عملوا كبسة علينا، كل واحد شم على الخيط وهرب من جهة. قلت لك بيعتبروها تهريب، قلت لي لا بضاعة وطنية. لك أنا مو مشان البضاعة تبعي هربان. لك أنا مشان أي بضاعة؟ واحد مبسط جينزات جنبي على اساس بده يروح يصرف 500 ويرجع، قال لي وقف لي ورا البسطه، وقفنا، بضاعته كلها تهريب. هلا لما بتجي الشرطه بتتلخبط الشنط مع بعض، ما بتعودي تعرفي شنطتك من شنطات غيرك، والشرطه ما بتعرف. قلت لك يا فريد بيكمشوا، قلت لي لا ما بيكمشوني، وراجع عم تعمل لي. غلطتي اني بسطت بباب توما، كان لازم روح بسط بشارع لوبي. ليش شو فرقت شارع لوبي عن باب توما؟ باب توما ارض مكشوفه، يعني كيف ما هربتي بيشوفوكي الشرطة وبيلحقوكي وبيمسكوكي إذا ما كنتي سريعة. شارع لوبيا في 100 دخلوجة ودخلوجة، بتهربي بس تشوفي الشرطة بتهربي بتفدي. والغراب اللي شو صار فيه؟ يعني تركت الشنتاية؟ عم قلك إجت المكافحة، هلا أنا أهم ولا الشنتاية؟ خلص فريد، منبيع باليد أحسن. ما بيمشي الحال باليد، باليد يا دوب منبيع قطعتين 3 مليون. هلا على البسطة عم ببيع 10-12 قطعة، فرقت ولا ما فرقت؟ فرقت، بس الخوف يكمشوا. لا بالشارع لوبيا ما بيكمشوني، أمم أمم أمم. بعدين بكره أكيد رح أعوض لك كل القطع اللي راحت اليوم، خلص اتكلي على الله. أنت رقدت لك رقد اليوم، رقدت لك عرقت عرق، احملي الحمام. حاضر. مسعد يا تنور، ومسعد يا تنور، يا تنور يا ليلى، مسعد يا تنور، ومسعد يا تنور يا ليلى، مسعد يا تنور، ومسعد.
بابا ليش عم تشعل الضمير؟ أحسن يا بابا أحسن، لأنه إذا حدا فكر ينزل على البيت بيلاقي الغرف مضوية بيفتكرنا سهرانين، بيقوم بيخاف بيغير رأيه وبيهرب. أنا رايح نام، طول بالك شوي يا ابني. خليني أنا روح بالأول، بعدين أنت بتروح بكون أنا خفيف. إيه طيب بابا، خذ هي المجلة اقراها، فيها صور كثير حلوة، تلتقي وبس تغفل انت بنام انا منيح هيك؟ برافو عليك. فعلا الواحد ما بيسوى شيء بلا مرته. عبيل تريس لك ما بدك عبيل تريس بطل خوف ولا لا؟ وانا اللي قطعتها لك يا دب اوه دب ومتمرد على العتمه لك شو بالكاميرا يا وليد لايمتى بدك تضل تعمل متاريس يا حقير تمرد على العتمه تمرد هلكتني وهلكت حالك مساعديات النور يا حقير مساعديات النور يا با لا مين مين هاي هاي لا مساعديات النور يوم علينا مساعديات النور وينك يا سعاد الله يذكرك بالخير يا سعاد تصوري حتى بنته يلي من لحمه ودمه ما قدرت تتحمله اتصلت حتى نروح ناخده قلت برجع بعيد ابو سليم ما في له غير حل واحد لتخلصوا من مشاكله جوزوه هذا اللي كان ناقصني اقعد ادور له على عروس كمان
ما بدها دواره. اي وحده ارمله ساكنه ببيت لحالها عمرها من عمره ممكن تاخده. هدول في منهم كتير احسن الى وإله. طيب انا بس بدي افهم شو الفايده من قطع الكهرباء؟ خليته ينام ليله كامله بلا عتمه. وشو الفايده طيب؟ الفايده انه بتعلم انه بالعتمه ما في شيء بيخوف. ونام؟ لا مسكين ما نام، طول الليل عم ينادي لي وليد وليد وعم يغني مسعد يا تنور بنص الليل، قبلت حالي نايم ما ردت عليه. طيب انت بتعتقد انه هالشغله رح تنفع معه؟ مره على مرتين ممكن يبطل يخاف. وبعدين؟ بعدين بعلمه يطلع يشوف شو في برا. مسعد يا تنور يوم ليلة، مسعد يا تنور. شو في بعدها؟ شو بعد؟ عندي لك. لك. سليم. 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 شوف لك. وقع له أنت واختم له. ما لي حيل أعمل شيء. هات الختم وتعال عندي اعطيه الختم. لك شو قصتك؟ مالك قدران تفتي عيونك؟ شو قصتك؟ ماني نايم يا فريد، ماني نايم. ليه؟ امبارح قطعت الكهرباء بالليل، بتعرفني انا ما فيني بنام اذا الكهرباء مقطوعه. ضليت ناطرها للصبح لتجي وما اجيت. قصي، منيح اللي لقيتك. شو بدك؟ لا تحكي معي بهالطريقة، جل من لا يخطئ. أنت ما غلطتي بشي، كل كلمة قلتيها معك حق فيها. أنا إنسان سيء. أنا آسفة، عن جد طلعت من تمي بالغلط. ما تعتذري، فعلاً أنا سيء وما بستاهل. شو قصدك؟ أنا اللي ما بستاهل. وداد، ما تعملي لي مثل الأولاد الصغار، خلص الفنجان اللي بينكسر ببطل بتلزق، وإذا تلزق ما يقعد بينشرف فيه. أنت امبارح حطيتي النقاط على الحروف، أنا فعلاً إنسان سيء. قصي لا تتسرع، طول بالك قبل ما تتخذ القرار، لا تبني قرار علاقتنا على ردة فعل. هذا مو قرار، هذا الواقع. أنو واقع؟ أنت إنسانة جيدة وأنا إنسان سيء. أنا ما بستهلك، فعلا ما بستهلك. معلش أنا ما رح استفزك، خليك لتهدى وبعدين منحكي بالموضوع. وداد لا تحاولي تحكي بالموضوع مرة تانية، خلاص الأمر منتهي، نحن مجرد أصدقاء وبس. ماشي بكرة منحكي. عن إذنك. لك شلون متحملتك ما بعرف، شو اللي محببة فيك ما عم أفهم. شو اللي مو عاجبك فيني بقى؟ كل شي مو عاجبني فيك، لا المي ولا الخضرة ولا الوجه الحسن. ما عاشت بدي احكي عليك، بس عادي قال عم بيقول لي انه لا مي ولا خضره ولا وجه حسن. لا اكيد عادل عم يمزح، بعرفه ما بيقول غير الحق، والحق مو هيك. طيب هلا اشرب واعزمك على كاسه زهورات. زهورات؟ اصلا انا جاي اشرب معك كاسه زهورات. اذا قلت لك ما بتصدق. عادل كاسه زهورات لو سمحت. والله اي على راسي يا طبوش. إذا قلت لك ما بتصدق، أحيانا لما بني آدم تنزل عليه السعادة بكميات كبيرة تفلجه. شو قصدك؟ أنا هلا أسعد إنسان بالدنيا، هلا هلا بهي اللحظة، لأني صرت موضع ثقة عندك، وإن شاء الله بكون عند حسن ظنك. أنا عزمتك اليوم اعتذارا عن المعاملة اللي عملتك إياها من قبل. امبارح فكرت بيني وبين حالي،
حسيت اني قسيت عليك شوي. امبارح؟ ايه امبارح. اي ساعة؟ ليش عم تسأل؟ عن جد اي ساعة؟ خلص بعدين بقول لك. شي 10 بالليل قبل ما انام. يا لطيف على الصدف. لا لا لا، هي مو صدف، هي تليباثي، يعني تخاطر، وشغلة التخاطر مثبتة علميا. تخاطر شو؟ امبارح الساعة 10 بالليل كمان قبل ما انام خطرتي على بالي، صارت ايدي لحالها تلمد على التليفون بدها تدق الرقم، بس باخر لحظة سحبتها، خفت ازعجك. فعلا انه القلوب عند بعضها.